انت اخوات فيديو برضه فيديو محدش هيمسك زي القمر يا ايمان اهو. ميرسي يا حبيبتي ايمان. انت كان عندك كورونا؟ كان عندي كورونا الحمد لله. انا وحكيتي لي ان الفيروس بيلعب في المخ. وشفت القطه بتاعتك ايه؟ صحيت من النوم قلت انا ليه مربيه فار؟ بيأثر على قوايا العقليه بس الحمد لله دلوقتي في كامل قوايا العقليه. واثر على ودني اللي ناحيتك. حبيبي اختي هتحبني يا اختي حبيبه قلبي. كورونا كنت حابب اشارككم في حاجه كده حصلت لي النهارده الصبح وفزعتني جدا 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 ومأثرة عليا لحد دلوقتي. افتح الانستجرام الصبح لقيت حاجه فزعتني بجد، يعني فزعتني جدا جدا. الحقيقه كنت عايز العب حلقه جديده بس ترددت. الحقيقه سبب ترددي ان انا ابعت الفيديو ده هو انه هيكون في حاجات كتير صعب ان اي حد يستحملها خالص خالص خالص. يعني ايمن الصبح يعني لا بيا ولا عليا كده بفتح الانستجرام بتاعي فببص الاقي ياسمين عبد العزيز بعت لي الصوره دي. ده يا جماعه اللي هو ما يعرفش ده مين، يعني ده بوبوس، ده القط بتاع بنت ياسمين. بوبوس ده يا جماعه حكايته حكايه وحاجه مأساويه زي ما انتم شايفين كده. وياسمين كل شويه تفطره لنا بقى ايه في وشنا، نصحى من النوم نلاقيه في وشنا، ننام قبل ما ننام نلاقيه في وشنا، خلاص يعني قطعنا الخلف يا ياسمين.